أقرت اللجان المركزية للاختبارات السعودية لممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتمريض في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خريطة ومحتوى الاختبارات السعودية للممارسة المهنية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبد الله الزهيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن المساعي للهيئة نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة فيه، مشيرا إلى سعي الهيئة الحثيث نحو تحقيق تطلعات الممارسين الصحيين وتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية نحو الاهتمام بجودة وكفاءة القطاع الصحي والعاملين فيه. وأشار الزهيان إلى أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة تهدف إلى الرفع من كفاءة القطاع الصحي وعبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.